مرحبا، مرحبا بكم جميع الأطباء، يكونوا بخير وصحة وعافية. إن شاء الله محاضرة جديدة، محاضرة مادة الريسبيرتري، بس بداية الصوت واضح أوكي حتى نبدأ المحاضرة إن شاء الله. تمام، طبعا إحنا بالمحاضرة السابقة آخر شيء تكلمنا عن قضية الفنتيليشن بيرفيوجن وعلاقتها ويا البولمونري امبوليزم والتفاصيل الثانية وكذلك ويا الفورن بادي، وعرفنا إنه إحنا مصطلحات عندنا شانت وعندنا ديد سبيس، وهذه كلها تكلمنا عنها بالمحاضرة السابقة. عرفنا شنو الهايبوكسيا وشنو الهايبوكسيميا، عرفنا شنو الاي اي جريدينتس، عرفنا هواي تفاصيل. فبالتالي اليوم ان شاء الله راح نكمل ويا الفيزيولوجي اللي بقت لنا جزء بسيط ان شاء الله نكمله، وندي بالباثولوجي، وبعدها بنهايه المحاضره نكمل ونحل جزء الجي اي تي المتبقي حتى ان شاء الله على المحاضرات الجايه ندي الحل ريسبيراتوري. اليوم ان شاء الله اول شيء راح نتكلم عنه هو السي او 2 ترانسبورت. احنا طبعا بالمحاضره السابقه او بالمحاضرات السابقه تكلمنا انه الاكسجين عاده يصير موجود بالبلاد ان 2 فورم. الفورم الاول اللي هو موجود عباره عن ديزولت اللي يشكل نسبه قليله، والغالبيه يكون هو بايند وذ هيموجلوبين، وهذا الشيء حكينا واتفقنا عليه. لكن السي او 2 له ميزه ثانيه، انه هو اوكي موجود جزء من عنده هو ديزولت بالبلاد اوكي، او جزء من عنده موجود يسوي بايند وذ هيموجلوبين اوكي، لكن هذا تكون نسبه قليله. الجزء الاعظم يكون الترانسبورت مالته عن طريق البايكربونات، وهسه راح نعرف هاي القصه شلون بتصير بالضبط. اول شيء طبعا السي او 2 الترانسبورت مالته فروم تيشو تو لانج، واحنا هذا نعرف هذا الشيء انه التيشو تحتاج الاكسجين، فاكيد من عمليه الغاز اكسشينج الار بي سي راح تنطي الاكسجين للتيشو، بالمقابل مش راح تاخذ؟ راح تاخذ اكيد السي او 2. السي او 2 راح يكون موجود بثري فورمز. اول واحد اللي هو dissolved CO2، وهذا يشكل 5 إلى 9% يشكل نسبة ضئيلة. النوع الثاني اللي هو يكون binding with hemoglobin اللي يسميه carboamino hemoglobin أوكي، أو يسموه عادة hemoglobin CO2 اللي يشكل نسبة ممكن 20-25%. طبعا هاي النسب تختلف by the way، ممكن تلقون كتب الرقم واحد تقول لك انه يشكل 90%، فإتس أوكي خاف تشوفون النسب تختلف، احنا نعتمد على الموجود بالفيرست ايد، لكن لو شفتوا نسب تختلف إتس أوكي مو فد شيء. فقلنا النوع الاول هو الديزولف 1، النوع الثاني اللي يكون عباره عن بايند وذ هيموجلوبين اللي سميناه كاربو امينو هيموجلوبين، او يسميه هيموجلوبين سي او 2، هذا عاده يكون موجود ويا الهيموجلوبين، لكن البايند سايت مالته مو الهيم، البايند سايت مالته الجلوبين تشين، وهاي النقطه نخليها ببالنا. النوع الثالث وهو الاهم واللي عليه الاسئله عاده تجي، واللي هو اللي هاي اللي هو عن طريق البايكربونات. شلون هذا الشيء راح يصير؟ ده تلاحظون انا بالمخطط اللي قدامي شنو موجود عندي؟ انا عندي هنا التيشو، عندي هنا الكابيلاري وول اوكي، عندي هنا البلازما اوكي، يعني الانترافاسكولار راح اجي على الانترافاسكولار سبيس اللي موجود بعاده شنو الار بي سي، هاي الار بي سي موجوده. اي من اجي على التيشو، التيشو راح اخذت الاكسجين اوكي، صار ديفيوجن للاكسجين واخذت الاو 2 اوكي. طيب هي تريد تتخلص من السي او 2، السي او 2 راح ينتقل ثلاث طرق مثل ما اتفقنا، طريقة يكون dissolved within blood، هاي الطريقة اللي حكينا عنها، الطريقة الثانية يسوي binding with hemoglobin، وهذه هسه حكينا عنها، الطريقة الثالثة وهي الأهم إنه هو راح يروح يدخل للـ RBC، يتحول عن طريق bind with H2O ويا الووتر، الـ CO2 زاد الووتر بوجود إنزيم معين حكينا عنه هواية من حكينا بالرينال، اللي هو الكربونيك أنهايدريز. راح يتحول لي CO2 وال H2O الى H2CO3. هذا ال H2CO3 راح يتحلى، راح يتفكك الى ينقيني هيدروجين ايون وبايكربونات. البايكربونات later on هذا راح يطلع من السيل with exchange with chloride، ليش؟ لان هذا نيجاتيف، فلازم يعوض بنيجاتيف حتى تبقى السيل ستيبل، فبالتالي راح يطلع ال HCO3 ويجيني الكلورايد. فالطريقه اللي تشد تخلص من الـ CO2 عن طريق الـ HCO3، طبعا هذا بعدين مرحلة ثانية راح تنعكس العملية ويرجع يدخل HCO3 ويتحول ويا اللانج، وهاي القصة تنعاد. فبالتالي أنا بالبداية قبل ما أعرف ايش راح يصير باللانج أخلي ببالي هاي النقطة، أنا عندي CO2 ينتقل بثلاث طرق، يا أما يكون dissolved in blood وهاي نسبة قليلة، يا أما يكون bind with hemoglobin وهاي أيضا نسبة قليلة، النسبة الأعلى عن طريق الإنزيم اللي هو carbonic anhydrase inhibitor راح يتحول الـ CO2 ويا الـ H2O إلى H2CO3. الـ H2CO3 راح يتحلل إلى H و HCO3. الـ HCO3 راح يصير له exchange with chloride مثل ما قلنا، وخلي ببال هاي النقطة. طيب ايش راح يصير باللانج؟ باللانج من أوصل أنا اللانج راح يصير عندي عملية gas exchange، فبالتالي هاي الـ RBC
اللي اجتي شايله CO2، اللي اجتي بها دي اوكسجينيتد بلاد، اوكي؟ هاي هنا او البلد بصوره عامه راح يجي تصير عمليه غاز اكسشينج فيجيها اوكسجين. الهيموغلوبين اللي صار بي اوكسجينيشن او الاوكسجينيتد هيموغلوبين راح يحفز عمليه معينه اللي هي عمليه فك الارتباط بين الهيموغلوبين وبين الهيدروجين ايون، اللي هي هاي بالضبط اللي انا اقصد بها. احنا عرفنا ال HCO3 راح طلع صار له اكسشينج وذ كلورايد. الهاي الهيدروجين ايون راح يسوي بايند وذ هيموغلوبين ينطيني عباره عن HHB اللي هو عباره عن هيدروجين ايون بايند وذ هيموغلوبين. من يجيني ال O2 راح يحاول يفك ارتباطهم بيناتهم، اوكي؟ هذا من يفك ارتباطهم ايش راح يصير؟ راح تنعكس القصه بالضبط، الهيدروجين ايون صار وحده، اوكي؟ فهناك راح يطلع الكلورايد ويجيني ال HCO3. راح يرتبطون سويا ينطوني H2CO3 وراح يتحلل بعدين ينطيني CO2H2O. لهذا اذا تشوفون الاسهم هذه كلها تكون عباره عن ريفيرسبل، اوكي؟ بهذا الاتجاه نمشي من ده نمشي على مستوى التشو. من اروح على اللانج نمشي بالاتجاه المعاكس حتى تكون القصه واضحه. هذا قضيه انه اني الاوكسجينيتد هيموغلوبين يحفز لعمليه الديسوسيشن او السبريشن اللي يصير بين الهيموغلوبين وبتوين الهيدروجين ايون، هاي اسميها وبالنتيجه يصير عندي CO2 ريليز، هاي اسميها عمليه اسميها هالدن افكت اللي حكينا عن بور افكت بالمحاضره السابقه. هذا هالدن افكت بهاي المحاضره هي هاي القصه ببساطه. انا بدي اعكس العمليه، بدي افصل الهيدروجين ايون من الهيموغلوبين حتى ارجع اكون CO2، حتى هذا CO2 انطيه لللنج حتى احاول اتخلص من عنده. هذه اسميها هالدن افكت، اوكي؟ فبالتالي الميجورتي اوف CO2 يكون بشكل شنو؟ بشكل HCO3، بشكل بايكربونيت حتى ما انسى. كلش مهم اخلي ببالي، وهاي النقطه كلش مهمه، علاقه البايكربونيت والكلورايد والكربونيك انهايدريز، كلش مهمه اخلي هاي المعلومات ببالي وما انساها، وان شاء الله من نحل اسئله راح نشوف عليها اسئله ونفتهم القصه بالضبط. تمام اطباء، واضح هاي النقطه؟ عندكم سؤال؟ لو اوكي حد الان. خلينا نحكي، احنا بالمحاضره السابقه حكينا عن هواي عن الهاي التيتيود، وقلنا الهاي التيتيود نعتبرها من النورمال اي اي جريدينت لو انكريز، شنو اخبارها؟ نورمال بالضبط، قلنا احنا راح نشوف الاي اي جريدينت تكون نورمال. طيب شنو بده يصير عندي بالهاي التيتيود؟ من انت تروح على مكان عالي بمستوى سطح البحر، يعني اعلى من مستوى سطح البحر، ايش راح يصير؟ راح يصير البريشر مال الاكسجين راح يقل، البي اي او 2 اللي هنا هو انسبايرد او 2 راح يقل. يعني بالطبيعه احنا اذا كان عندي الاتموسفيرك بريشر كان 760، وتتذكرون احنا كنا نحسب على اساس بنحسب ال 760 اضربه في 21% اذا تتذكرون تطلع لي ايش قد البريشر مال او 2، احنا هذا الشيء راح يقل من اصعد، اوكي؟ فبالتالي نتيجه لهذا الشيء من يقل عندي الانسبايرد او 2 بريشر طبيعي اللي راح يوصل للالفيولار ايضا راح يقل، وبالنتيجه اللي راح يوصل للارتيريولار ايضا راح يقل. فبالتالي انا شنو عندي؟ عندي الانسبايرد او 2 راح يكون قليل، بالنتيجه الالفيولار او 2 البارشال بريشر طبعا دا احكي راح يقل، بالنتيجه الارتيريال راح ايضا يقل. فبالتالي هاي النتيجه اللنج شنو تحاول تعوض عن هذا الشيء؟ تحاول تعوض عن هذا الشيء انا بالنهايه من قل عندي الاو 2 احاول اعوض عن طريق شنو؟ عن طريق ازيد الفنتليشن، ازيد الريسبيريتور ريت، فبالتالي راح يزيد عندي الريسبيريتور ريت. طيب من ازيد الريسبيريتور ريت برايكم ايش راح يصير عندي بالسي او 2؟ راح يصير بي واشنج لو راح يصير يزيد عندي ويتكدس موجود او يصير بي انكريمنتس تتوقعون؟ بالضبط، انا من ازيد الفنتليشن معناها دا اسوي واشنج للسي او 2 فراح يقل عندي السي او 2. طيب سؤال، السي او 2 من يطلع راح يصير عندي اسيدوسز او الكالوسز اللي حضره ورينا؟ بالضبط، انا السي او 2 قلنا نعتبره هو اسيد، فبالتالي انا دا اخسر اسيد فبيصير عندي الكالوسز، وباعتبار انا دا اخسر بالريسبيرتري فبيصير عندي ريسبيرتري الكالوسز. هاي النقطه كلش مهمه اخليها ببالي. هاي تشينجز اللي تصير عندي هي المسؤوله، هاي ريسبيرتري الكالوسز هي راح يجيني البيشنت بالالتيتيود سيكنس، اللي هو البيشنت يجيك بهيدك، يجيك عنده نوزيا، فتيك، لايت هيتدنس، عنده سليب ديستربنس، هاي اللي يصير عندهم التيتيود سيكنس.
طبعا اضافه الى هذا، ذول مثلا هاي الالتيتود سيكنس ممكن يصير مثلا احنا واحد عايش بمكان ما متعود عليه، فيروح فجاه يصير عنده الالتيتود سيكنس، لكن البيشنت او الناس اللي عايشين بهاي الاماكن بشكل مستمر يكونون عندهم ادابتيشن لهذا الشيء عن طريق مالتيبل ستيبس. واحده منها هم ان هم راح يزيد عندهم الفنتليشن، كرونيك انكريز ان فنتليشن. اوكي، وهذا الشيء راح يؤدي الى شنو؟ راح يؤدي انه اللنج تحس شو اسمه بتحاول تعوض ويا الفنتليشن، بس يستل البي اي او 2 قليل، فبالتالي من راح نوصل للرينال، الرينال راح تحس اني كانه اكو هايبوكسيا. فش راح تسوي الرينال؟ ما تعرف القصه وين، كل واحد يحاول يحل الامور بطريقته. اوكي، يعني مثل من تصير ازمه بمكان معين، واحد اللي عنده فلوس يتبرع بفلوسه، اوكي، واحد اللي عنده ملابس زايده ينطي ملابسه الزايده، واحد اللي عنده مثلا سياره ممكن ينطي السياره، نفس الشيء. اللانج عندها حال انا زايد ريسبيراتوري رايت. طيب الكدني راح تحس انا عندي ليجين هايبوكسي، شلون احل الموضوع؟ راح اسوي ايريثروبويتين برودكشن، اوكي؟ فبالتالي راح يزيد عندي الهيماتوكريت ويزيد عندي الهيموغلوبين. طيب اضافه الى هذا انا بالنسبه لي التشر راح تحس كلها تقوم تبدي تحتاج انه انا احتاج اوتو، احتاج اوتو، فبالتالي لازم ابدي اسوي شنو؟ شيفتنج تو ذا رايت، ازيد ال 2 3 باي فوسفوجليسرات اللي هو انترميديت بارت بالجلايكولايسيس. من يزيد عندي 2 3 باي فوسفوجليسرات معناها راح شنو؟ راح اقلل الافينيتي اوف هيموجلوبين تو اوكسجين، يعني بين قوسين راح اسوي اللودنج، فيصير عندي رايت شيفت للاوكسجين اوكسجين ديسوسيشن كيرف. اوكي، اضافه الى هذا راني حتى شنو اعوض هذا وازيد الاوتو ريليس. مو بس هذا، تبدي نحاول نعوض هذا بطريقه ثانيه، انه راح احاول ازيد الاوكسيداتيف فوسفوريليشن. احنا ان شاء الله راح ناخذها بتفاصيل الالكترون ترانسبورت تشين وعلاقتها بالميتوكوندريا، راح احاول ازيد البرودكشن اوف ميتوكوندريا اللي هي تسوي له برودكشن للاي تي بي. فتشوفون اللانج ده تحاول تستجيب عن طريق انه زايد الفنتليشن، الكدني ده تحاول تستجيب عن طريق زايد الاثروبويتين برودكشن، بقيه التشو تحاول زايد الميتوكوندريا برودكشن، زايد ال 2 3 باي فوسفوجليسرات. اوكي، قدر الامكان ليش؟ حتى نسوي ادابتيشن لهذا التشينجز. طبعا هاي التشينجز زياده الاثروبويتين وال 2 3 باي فوسفوجليسرات والميتوكوندريا هاي بحالات الكرونيك، مو بالاكيوت راح يصير عندهم جاست هاي الالتيتيود سيكنس والامور تمشي بعدين. اوكي، يعني مثلا واحد راح يسافر لهيك مكان فبس ممكن هاي يعاني، ما راح مثلا نتوقع يجيني مثلا عنده بولي سايتيميا نتيجه رايح مره واحده. اوكي، هاي النقطه نخليها ببالنا، هاي المانيفستيشن بنشوفها بالكرونيك. اضافه الى هذا طبعا وذ تايم احنا ريسبيرتر الكالوسز شلون راح نسوي له كومبنسيشن برايكم؟ دائما ريسبيرتر الكالوسز الكومبنسيشن مالته اي ريسبيرتر الكومبنسيشن مالته ميتابوليك. طيب انا شلون بالضبط؟ عن طريق الرينال. طيب الرينال من نسوي له كومبنسيشن شلون تحل الالكالوسز؟ عن طريق شلون؟ نسوي اكسكريشن للالكالاين سبستانس اللي هو البايكربونات. طبعا اللي حاضر يراجعوا الرينال هسه يتذكرون هاي كل الزين يحسون الموضوع سهل وماشي الامور. اوكي، فبالتالي الكدني راح يسوي الاكسكريشن للبايكربونات حتى يسوي كومبنسيشن للريسبيراتوري الكالوسز. لهذا احنا مرات تتذكرون من اخذنا الاسيتوزلامايد، من يتذكر الكربونيك انهايدريز انهبيتر؟ من يتذكر هذا الشيء؟ وحده من الانديكيشن ننطيش وقت مو كان التيتيود سيكنس موجود، وقلت لكم بعدين راح ناخذ هالتفاصيل. ليش ننطي؟ لان احنا ببساطه نحاول نسوي اوجمنتيشن لهذا الكومبنسيشن بسرعه. اوكي، فانطي كربونيك انهايدريز انهبيتر حتى احاول ازيد الاكسكريشن اوف بايكربونات حتى اقلل الريسبيراتوري الكالوسيس حتى اقلل الالتيتيود سيكنس. اوكي، فبالتالي هاي النقطه نخليها ببالنا ونعرف وما ننساها. طبعا اضافه الى هذا تذكرون احنا قلنا دائما البولمونري سيستم الميزه مالته من يصير عندي هايبوكسيا شنو الريسبونس؟ راح يصير فاز دايليتيشن لو فاز كونستريكشن. بالضبط، قلنا فاز كونستريكشن. لهذا مرات من يبقى لونج تيرم هايبوكسيا ممكن يصير عندي كرونيك بولمونري فاز كونستريكشن، فيدخل البيشنت بولمونري هايبرتنشن، ممكن يدخل البيشنت بهارت فيلير طبعا ليتر اون. لكن النقطة الأساسية احنا إن شاء الله ناخذ بولمونري هايبرتنشن بعدين ونحكي التفاصيل، أخلي ببالي هاي النقاط. فإذا أريد ألخص عن الموضوع الالتيتيود سيكنس، أخلي ببالي الأساس مالتي إنه راح يقل عندي البارشال بريشر أوف إنسبايرد أوتو، فبالتالي راح يقل عندي البارشال بريشر of alveolar O2.
فبالتالي بالنتيجة راح يقل عندي البارشل بريشر اوف ارتيريال اوتو، كلها راح تقل. طيب انا اللنج ايش راح اسوي كومبنسيشن؟ اللنج راح ازيد لك الفنتيليشن، هذا الفنتيليشن راح اسوي ووش للسي او 2 فيقل عندي سي او 2 فيصير عندي شنو؟ ريسبيراتوري الكالوسيس. الكدني ايش راح اسوي؟ الكدني راح تحاول قدر الامكان تحل الموضوع عن طريق شنو؟ عن طريق شغلتين، زيد الهايبيلكرون طبعا، زيد الارثروبويتين برودكشن، فيجيني البيشنت بزياده بالهيموجلوبين والهيماتوكريت. اوكي، بنفس الوقت تسوي زيد ال HCO3 اكسكريشن حتى شنو؟ حتى اصحح الريسبيراتوري الكالوسيس قدر الامكان. وطبعا هاي الخطوه ممكن نسوي لها اوجمنتيشن عن طريق شنو؟ عن طريق الكربونيك انهايدريز انهبيتر. اوكي، خلي ببالي هاي النقطه. بقيه التشو شو راح تستجيب؟ عن طريق زياده الميتوكوندريا، وبنفس الوقت راح اشوف زياده لل 2-3 باي فوسفوجليسرايت اللي هو راح يسوي لي شيفت تو ذا رايت. خلي ببالي هاي النقطة وما انساها ونعرف هاي المعلومة. طبعا اتصور على ما اتذكر يمكن لو الفيرست ايد 19 لو 20 كان مكتوب غلط، كان كاتبيها شيفت تو ذا ليفت اتذكر يعني. اوكي، باعتبار انه هاي بدت هاي الشغلة انه ما اعرف من الطالب اكتشف اكو خطأ علمي ما ادري شنو هو الخطأ، عبارة عن حرف ما اعرف شنو فيتس. اوكي يعني، بس قصدي جاست ان كيس كان اكو غلط بوقتها يعني لو 19 18 20 مو واحدة من الفيرست ايد كان اكو غلط كاتبين هذه النقطة انه شيفت تو ذا ليفت، طبعا هي تو ذا رايت. اوكي، طبعا هي مصححة هاي ما اعرف يعني نوت 18 19 20 وحدة من هاي النسخ ما اعرف، فاكيد طالب عراقي صححها اللي اذا يسأل من صححها. وانجاز علمي تنشره وزارة التعليم، مش قد وزارة فارغة بحيث هيك انجاز علمي. المهم نجي على الريسبونس تو اكسرسايز. اوكي، انت مثلا واحد سوى اكسرسايز معين، شنو تتوقع اي واحد من عندنا هسه من يروح يسوي اكسرسايز يلعب مثلا رياضه او يمشي بسرعه او يركض او اي شيء، شنو تتوقع راح يصير بي كومبنسيشن؟ اول شيء الريسبيراتوري ريت راح يزيد لو يقل؟ بالضبط راح يزيد، البيشنت يصير عنده تكبني. اوكي، فبالتالي انا يصير عندي تكبني، اخبار الاو 2 والسي او 2 ايش راح يصير؟ بالضبط انا شنو راح ازيد؟ انا من يصير عندي الفنتليشن زياده، اوكي راح اسوي صح واش اوت للسي او 2، لكن التشو بنفس الوقت راح اسوي سي او 2 برودكشن. فاحنا بالاكسرسايز خلوا ببالكم شغله معينه، بالاكسرسايز التشو كلها من مثلا المصل بالتحديد بدنا نحكي راح ازيد الاو 2 حتى نعرف هاي النقطه نخليها ببالنا. احكي على مستوى التشو، احكي على مستوى لانج، واحكي عن كارديك مانيفستيشن. اوكي، ايش راح يصير بالضبط؟ بالتشو راح يزيد عندي اي تشو بالنتيجه راح يزيد عندي الاوتو كونسبشن، صح لو لا؟ المصل دا احكي راح تزيد تستخدم الاوتو حتى تسوي الميتابوليك ديماند مالتها، بالمقابل راح تزيد السي او 2 برودكشن. هذا دا احكي على مستوى المصل، هاي النقطه خليها ببالي. بنفس الوقت انا ايش راح يزيد عندي؟ قلنا تتذكرون من حكينا بالاكسرسايز راح يزيد، اوكي عندي ايروبيك ريسبيريشن لكن مرات الجا الان ايروب، ايش راح يزيد عندي برودكشن؟ لاكتيك اسيد، بالضبط لاكتيك اسيد. فبالتالي ممكن يصير عندي اسيدوسيس. اوكي، اخلي ببالي هاي النقطه راح يزيد عندي اللاكتيك اسيد، طبعا هو مو سيفير اسيدوسيس بس ممكن اخلي ببالي هاي النقطه انه راح يزيد عندي برودكشن اوف لاكتيك اسيد فيقل عندي البي اتش. هاي بدنا نحكي على شنو؟ على مستوى التشو اتسيلف بالتحديد المسلز. طيب ايش راح يصير عندي على مستوى اللنج؟ انا راح يزيد عندي الفنتيليشن، ليش؟ انا راح احاول قدر الامكان اعوض هاي الامور، انا يزيد عندي بالمسل سي او 2 برودكشن، يزيد اوتو كونسبشن، فالفنتيليشن اتوقع راح يزيد، ليش؟ حتى اسوي كونسبشن كومبنسيشن لهذا الشيء، اسوي سي او 2 واشنج واوتو اكسشينج حتى احاول قدر الامكان اعوض هذا الشيء. طيب اضافه الى هذا باللنج ايش راح يصير؟ اضافه الى زياده الفنتليشن، تتذكرون قلنا واحده من الحالات اللي راح تشوف الفي كيو ريشيو تكون تقريبا واحد على طول اللنج ايش وقت بالاكسرسايز، تتذكرون على هذا الشيء، فانت راح اشوف تقريبا الفي كيو راح تكون تقريبا يونيفورم على من الابكس للبيس، وهذا البيس وهذا الشيء حكينا بالمحاضره السابقه. طيب اضافه لحد يقول لك البلود فلو راح يزيد، نتيجه شنو؟ نتيجه زياده الكارديك اوت بوت. اي واحد من عندكم هسه يروح مثلا يسوي اكسرسايز ما يحس
عنده بالبيتيشن مثلا، ما يحس عنده اذا تدي يصير تاكيكارديا، يحسب النبض مالته يوصل 120 130 140 150 ممكن، صح لو لا؟ فنتيجه زياده الهارت ريت، طبعا بعدين احنا نعرف شنو الهارت ريت ويا الكارديك اوتبوت وشنو علاقتها، ناخذها بعدين بنحكي على ستروك فوليوم، هاي التفاصيل نفهمها بالقصه. فيزيد عندي الهارت ريت، فبالتالي يزيد عندي الكارديك اوتبوت. نتيجه زياده الكارديك اوتبوت راح يزيد البلد فلو، لان هو الكارديك اوتبوت هو عباره عن بلد فلو، فبالتالي هذا البلد فلو من يزيد وحده من الاكيد بالمرض البلد فلو راح يزيد ايضا. اضافه الى هاي هنا راح اسال سؤال، هاي النقطه اقولها بالاخير اريد واحد يفسر لي اياها قبل ما احكيها. دي يقول لك انه نتوقع راح نشوف نو تشينجز بالبي اي او 2 يعني الارتيريال او 2 والبي اي سي او 2، لكن بالمقابل راح اشوف زياده بالفينوس سي او 2 وتقله بالفينوس او 2. اريد واحد يفسر لي هاي اول جزء بس، ليش اتوقع ما راح اشوف تشينجز بالارتيريال او 2 والارتيريال سي او 2؟ ليش بالضبط؟ اي اوكي، هو التشو كونسبشن دي يصير، فالمفروض المنطقي اقول المفروض يزيد السي او 2، صح لو لا؟ شنو ليش ما يزيد السي او 2 بالارتيريال والاي اي والاو 2؟ بالضبط، اكو كومبنسيشن، وحده منها الفنتيليشن، صح عشتي دكتوره. اكو بعد شغله ثانيه، لاحظوا هذا الشيء حتى تفهمون بالاكسرسايز بالضبط شلون حكينا التيتيود. الاكسرسايز دائما اخليه ببالي على مستوى المسلز او التشو، واتفقنا انا عندي زياده للاوتو كونسمشن وزياده للسي او 2 برودكشن، وهذا الشيء اتفقنا عليه، وزياده باللاكتيك اسيد، وهذا ايضا الشيء اتفقنا عليه. على مستوى اللانج اتفقنا انا راح يزيد عندي الفنتيليشن، واضافه لهذا راح يزيد يصير عندي الفي كيو تقريبا يونيفورم. على مستوى الهارت راح يزيد عندي الهارت ريت، راح يزيد عندي الكارديك اوتبوت، وبالنهايه راح يزيد عندي البلد فلو، كل هذا راح يصير. طيب هنا السؤال راح يجي منطقي، واحد يتخيل هذا الشيء، انا عندي هذه مصل معينه، اوكي؟ ايا كان المصل، دي يجيها هنا الهارت، اوكي؟ فبالتالي هو بغض النظر عن تفاصيل البرانشنج بينطيع هذا يجيها بلاد من الهارت، والمفروض هذا منه هذا الفينوس درينج مالته يروح من هنا، تمام؟ هاي المصل عندها عباره عن هيفي اكسرسايز، تمام؟ فبالتالي تزيد السي او 2 برودكشن وتزيد الاو 2 كونسمشن بالتحديد. فبالتالي اتوقع بالفينس شيء منطقي اتوقع اشوف زياده السي او 2، ليش؟ لان هو دي يسوي لها درينج، اوكي؟ فا اتس اوكي، هذا شيء منطقي اشوف زياده بالسي او 2 بالفين وقله بالاو 2، اتس اوكي اكسبتد، لان هو دي ياخذ المصل. لكن الارتيريال 1 هاي بالنهايه عندي فنتليشن دي يعوض قدر الامكان، وبنفس الوقت عندي زياده بالبمبنج اكتيفيتي مال هارت، عندي زياده بالهارت ريت، عندي زياده بالكارديك اوتبوت. فبالتالي الكومبنسيشن مال فنتليشن واحد، والكومبنسيشن مال زياده الهارت ريت والكارديك اوتبوت بالتحديد، هاي راح تخليني الاو 2 والسي او 2 بالارتيريال نوت افكتد. هاي النقطه اخليها ببالي، ليش؟ لان الفينس هو درينج مالته، اوكي؟ بالتالي هو راح ياخذ هذا الشيء، فنشوف نتوقع به الفايندينج. لكن ليش الارتيريال مو كلش راح يتاثر؟ لان هذا بالنهايه لو اكمل هاي السايكل، هذا السي او 2 ما راح كل الفين راح يروح للرايت سايد مال هارت، وبعدين يروح للبولمونري سيركيليشن، يروح لللانج. من يوصل لللانج راح انا عندي كومبنسيشن عن طريق الغاز اكسشينج، فتحاول تعوض هذا الشيء قدر الامكان. بنفس الوقت الهارت ريت بيزيد عندي، فالكارديك اوتبوت بيزيد عندي، فيعوض هذا الشيء قدر الامكان. فاصفى الارتري مو كلش افكتد بالاكسرسايز، فخلي ببالي هاي النقطه وما انساها. واضحه عند كل الاطباء؟ عندكم سؤال لحد هسه؟ تمام. فبالتالي انا اشوف بالاكسرسايز عندي زياده بالسي او 2 برودكشن والاو 2 كونسبشن، اشروها انا افضل صراحه تاشرون هاي مثلا تكتبون على مستوى التشو مثلا حتى واحد ما ينسى، ويا اللاكتيك اسيد. ليش؟ لان انتم بالنهايه من واحد يقرا هواي شغلات ممكن تقروها بس مجرد تكرروس نقاط تحفظوها، زياده سي او 2 برودكشن، زياده او 2 كونسبشن، زين وياها الفنتليشن شنو علاقته؟ من تاخذها على مستوى تشو لاينج هارت ما راح تنسى الفايندينج. اوكي، باللانج راح اشوف الفنتليشن راح يزيد، والفي كيو تقريبا يكون يونيفورم. هاي النقطه اخليها ببالي على اللانج. هنا طبعا هي مشتركه بين الهارت
وبين اللانج اللي هو زيادة البلمونري بلاد فلو نتيجة زيادة الكارديك أوتبوت. أخلي ببالي هاي النقطة. وتتذكرون احنا من حكينا الاكسرسايز راح يسوي لي، لان باعتبار نتيجه زياده بالديماند بالتشو الاكسجين اتوقع انا احتاج اسوي اللودنج للاوتو، فيصير عندي رايت شيفت للاو دي سي. اوكي اخلي ببالي هاي النقطه. واخيرا مثل ما قلنا الارتيريال سواء الاوتو والسي اوتو راح اشوف ما بي تشينجز، اخلي ببالي هاي النقطه. بالمقابل الفينس راح القى زياده بالسي اوتو وقله بالاوتو، هذا الشيء منطقي وحكيناه ومن رسمنا عرفنا هذا الشيء كل زين ليش زي يصير. تمام أطباء واضح هاي النقطة؟ عندكم سؤال عن هاي الصفحة بصورة عامة؟ نجي هنا طبعا، نجي تقريبا هذا المخطط اللي قدامكم، هذا أزعج شيء هو ويا الـ volume flow curve الموجود ويا الـ obstructive or restrictive airway disease، هاي أزعج شيء شوفوها بالـ respiratory system. أوكي طبعا ليش دي يصير شيفتنج تو ذا رايت؟ واحده منها ممكن زياده الاسيدوسز، ممكن واحده زياده الديماند مال التشو، زياده التمبرتشر تصير هم واحد من يسوي اكسرسايز هم التمبرتشر يزيد، مالتيبل فاكتورز تسوي لي شيفتنج تو ذا رايت. اوكي بالعاده الورك اوف بريذنج، تذكرون احنا من حكينا محاضره ما من حكينا بالفيزيولوجي قلنا احنا عاده انا عندي مالتيبل ريزيستنس ممكن تاثر على اللنج. اول شيء الاستيك of the lung itself هي هاي تعتبر واحدة من الشغلات اللي تأثر على اللنج. أوكي فبالتالي أنا أحاول لازم أتجاوزها. نفس الشيء إذا patient مثلا عنده asthmatic patient عنده bronchospasm أيضا ممكن هذا يأثر على اللنج. أوكي فبالتالي أنا عندي multiple forces ممكن تأثر على اللنج بحيث يكون ال respiration مالتي against it أحاول أتجاوزها قدر الإمكان. وتذكرون من حكينا مصطلح وقلت لكم خلوه ببالكم من قلنا من احكي عن obstructive airway disease مثلا الاسما patients دائما اتخيل عندي اني فورن بدي احاول ادفع، فالبيشنت نعلمه انه ياخذ شنو هو؟ ياخذ هوايه نفس، قصدي ياخذ الريسبيريتي ريت يحاول يزيده لو يقلله، والريسبيريشن مالته يكون ديب لو شالو بريذنج. برايكم بالobstructive airway disease بالضبط احاول كانه اتخيل بالضبط انتم تخيلتوا هذا المصطلح فكلكم جاوبتوا صح، انه احاول قدر الامكان هذا البيشنت افهمه انه انت المهم تاخذ ديب بريذنج. ليش؟ لان اتخيل كانه عندي ببساطه فورن بدي دا احاول ادفع، فالبيشنت هنا فهمه نقول له خذ ديب بريذنج وذ سلو ريت. هاي النقطه نخليها ببالنا حتى اقلل الورك اوف بريذ. طبعا احنا هسه راح ناخذها بتفاصيلها ونعرف هاي القصه ونعرف هذه شنو بالضبط. اول شيء عندي الورك اوف ريسبيريشن يكون اجينست تو فورسز اساسيه اللي هي الـ elastic resistance of the lung, lung itself. اوكي والشيء الثاني اللي هو الـ air flow resistance. الـ elastic resistance انه عاده انا ببساطه كل ما ازيد التايدال فوليوم كل ما ازيد يعني بين قوسين كل مثلا اذا اخذ respiration معين 500 اجيت واخذت 700 يعني تتخيل بين قوسين حتى تكون واضحه نرجع على قصه النفاخه مالتنا. انت نفاخه معينه نفختها تقريبا بنسبه 75% اوكي وعفتها، ونفاخة معينة نفختها بنسبة 90% وعفتها، يا هي من عندهم راح تنطلق أكثر تحسها راح شو اسمه من تعوفها تاخذ تروح مسافة أكثر، اللي منفوخة أكثر صح لو لا؟ فأنا كل ما أزيد التايدال فوليوم كل ما كان عندي الريزيستنس اللاستيك ريزيستنس راح أزيد مالتي، أخلي ببالي هاي النقطة. نفس الشيء من حكينا على اللاستيك مثلا مال الفلوس من تسحبه أو أي شيء مطاط كل ما تسحبه أكثر وتطلقه كل ما كان انطلاقته أسرع وأكثر. نفس الشيء هذا الشيء كل ما ازيد التايدال فوليوم اتوقع شنو راح يصير بالنتيجه شنو؟ راح يصير عندي زياده بالالاستيك ريزيستنس اوف فولان. اوكي لهذا مرات البيشنت اللي عندهم ستيف لانج وهاي النقطه قلناها من البدايه قلنا احنا لازم نعرف نفرق، تذكرون حكينا الفرق دائما احنا نتخيل انه الالاستيسيتي هي بالضبط نفس الكومبلاينس لكن بالواقع هي معاكسه للكومبلاينس وهذا الشيء حكيناه وشرحناه كل الزين. فبالتالي البيشنت من يجيك مرات عنده ستيف لانج يعني بين قوسين يقل عنده الكومبلاينس يعني بين قوسين يزيد عندي الالاستيك ريزيستنس مالته يكون عاده نحاول قدر الامكان نقول لهم شنو هو الورك اوف بريذنج مالتهم شلون نقلله؟ نقول لهم اخذوا ريسبيريتي ريت سريع رابيد ريسبيريتي ريت وذ لو تايدال فوليوم يعني شنو هو
تعلمه ياخذ ريسبيريشن هوايه يعني مثلا يزيد الريسبيريتوري ريت، لكن احنا التارجت مالتنا حتى ليش نزيد الريسبيريتوري ريت؟ حتى نسوي كومبنسيشن للشالو بريذنج اللي دا ناخذه، لان انا دا اقلل التايدال فوليوم، اوكي؟ دا اقلل التايدال فوليوم، فبالتالي احاول اعوض عنه حتى احافظ ازيد الريسبيريتوري ريت. ليش اقلل التايدال فوليوم؟ حتى احاول قدر الامكان اقلل الالاستيك ريزيستنس الموجوده باللنج، وهاي النقطه نخليها ببالنا. لهذا دائما نشوف البيشنت اللي عندهم انكريز بالالاستيك ريزيستنس، مثلا البيشنت اللي عندهم بولمونري فايبروسيس، اللي عندهم بولمونري اوديما، اللي عندهم ار دي اس، دائما شلون ياخذون عاده الرابد، يصير عندهم تكبنية وبنفس الوقت يكون شالو بريذنج، يشوف مثلا ياخذ نفس سريع لكن خفيف. هاي النقطه نخليها ببالنا وما ننساها. ليش؟ لان انا ليش داخذ نفس سريع؟ قاعد احاول اسوي كومبنسيشن للقله اللي صار عندي بالتايدال فوليوم حتى احافظ على الريسبيريشن مالتي اوكي وتمام. فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه كلش مهمه. بالمقابل اكو نوع ثاني من فورسز اللي هي اجينست ريسبيريشن، اللي هي شنو؟ اير فلو ريزيستنس. عاده هذه مثل ما اتفقنا البيشنت مثالها اللي عندهم اسما او سي او بي، يعني الاوبستركتيف اير واي ديزيز. هذا البيشنت مثل ما قلنا دائما اتخيل انه ببساطه هذا البيشنت انت افهمه كانه انت عندك شنو؟ عندك فورن بادي قدامك، فحاول تدفع بقوه. فانا احاول ادفع بقوه عن طريق شنو؟ عن طريق ديب بريذنج، فحتى احافظ على هذا البالانس مالتي. بتتذكرون احنا دائما نحكي عن ريسبيريتوري ريت وتايدال فوليوم، اوكي؟ حتى احافظ على هذا البالانس قدر الامكان راح اعلم هذا الجنس اقول له انت اخذ ديب بريذنج، وحتى شنو راح ازيد التايدال فوليوم، سوي كومبنسيشن عن طريق اخذ سلو ريت، حتى احاول دائما الورك اوف بريذنج مالتي يكون تيبيكال وما يصير عندي زياده. فبالتالي اخلي ببالي هاي النقطه. هناك جو قالوا قبل ما اكمل واحكي عن الجراف اللي قدامكم، سؤال واضح هاي الفكره؟ ليش مثلا البيشنت اللي عنده مثلا بولمونري فايبروسيس ياخذ شالو ورابد بريذنج، بالمقابل اللي عنده اسما ياخذ عاده يكون ديب وستوب بريذنج؟ اوكي واضح النقطه؟ دائما خلوا ببالكم هاي النقطه، تايدال فوليوم ريسبيريتوري ريت، بس تتخيلوها وتحفظوها، يعني تكتبون هاي النقطتين من تيجي تقراها راح تعرف القصه انه انا عندي بالانس احاول اوازن بيناتهم واثنيناتهم. طيب هناك اجوا قالوا احنا ما دام عندنا تو فورسز بدنا نشتغل عليها، ليش ما نجي نسوي عباره عن سم اوف تو فورسز؟ اجي اسوي جراف يجمع التو فورسز. فبالتالي رسموا عد، قالوا احنا نرسم هنا الريت اوف ريسبيريشن، فمثلا هنا عندي ريت 5 سايكل بير مينيت، هنا 10، هنا 15، هنا 20، هذا الريسبيريتوري ريت. وهنا انا احط الورك اوف بريذنج، ايش قد احتاج ورك. واجي احط الاني ببساطه شنو؟ احط بالنهايه قدر الامكان اخلي بالي قدامي شنو؟ اخلي انه الورك اوف بريذنج عباره عن تو فورسز، عندي الاستيك فورس واير فلو، اوكي؟ فبالتالي تشوفون انا عندي هذا الاير فلو وعندي هذه الالاستيسيتي، اوكي؟ اخليها ببعض. اذا تشوفون انتم بهذه الحاله البيشنت تشوفون الاير فلو ريزيستنس، كل ما ازيد الريسبيريتوري ريت ايش دا يصير بالاير فلو ريزيستنس؟ يزيد لو يقل بالنورمال بيشنت، بالنورمال انديفيدوال. اير فلو ريزيستنس رايت الورك اوف بريذنج مالتي، كل ما ازيد الريسبيريتوري ريت بهذا الاتجاه ايش دا يصير بالاير فلو؟ الورك اوف بريذنج اجينست اير فلو ريزيستنس. شلون بدك تقولين يزيد؟ دقيقه، انا بدي اشوف هاي النقطه، هذا الاير فلو ريزيستنس هذا بهذا الاتجاه، فاذا يزيد لو يقل؟ ارجعوا جاوبوني كلكم حتى نشوف هذا الاسهم اللي قدامكم ده يزيد لو ده يقلل work of breathing من ازيد ال respiratory rate، خصوص بالتحديد ال air flow resistance. بالضبط ده يزيد. انا ده اشوف هنا واضح هاي النقطة، انا هنا ال work of breathing خلينا نفترض هذا مثلا كان خلينا نقول x، هنا أنا كان 2x، اوكي؟ هنا أنا 3x حتى يكون واضح، هنا مثلا 4x مثلا، ده بس مجرد مثال يعني مو واحد، اوكي؟ فبالتالي من اجي هنا بال 5 من كان عندي ريسبيريتوري ريت 5 كان تقريبا هنا النقطه، من صار 10 زاد، من صار 15 هنا زاد، من صار 20 زاد، وهكذا. فبالتالي انا هاي النقطه اللي قلناها، لهذا اللي بيشنت اللي عندهم دائما
مثلا الاسماتيك بيشنت نقول لهم اخذوا شنو لورايت، ليش حتى احاول اقلل هذا الشيء؟ واضح النقطه هنا أنا؟ اوكي عندنا مشكله لو تمام. اوكي هاي اول نقطه. نجي على النقطه الثانيه اللي هي الالاستيسيتي. اوكي الالاستيسيتي اني مالتي انت بالنهايه كل ما تزيد الريسبيراتوري ريت اذا تشوفون الاستيك فورسز راح تقل الورك اوف بريذنج اجينست الاستيك فورسز راح لو راح تزيد. كل ما زيد الريسبيراتوري ريت معناها التايدال فوليوم راح يكون يقل او يزيد حتى نفهم هذه القصه. زيدت الريسبيراتوري ريت هذا البالانس راح يصير عندي شنو؟ التايدال فوليوم راح يقل. من اقلل التايدال فوليوم النفاخه او من او اللاستيك من ما راح اسحبه بقوه، الاخبار ريزيستنس مالته راح تقل. اوكي وهذا يفسر لي ليش انه البيشنت نقول لهم ترى اللي انت عندكم مشكله بالالاستيك فورسز. اوكي مثلا البيشنت اللي عندهم بالمونري فايبروسس حاولوا قدر الامكان تاخذوا رابيد ريسبيريشن. ليش؟ لان بالنهايه دا اشوف الفورس مالتهم دا تقل. واضح هاي البرنسبل ليش دا نفهم البيشنت هذا الشيء؟ بالمقابل جوي قالوا خلينا نسوي طبعا طريقه فيزيائيه ورياضيات انه شلون احسب هاي التو فورسز، فبالتالي من حسبوها هاي الفورس هاي الفورس طلع لي هذا التوتال بصوره عامه. اوكي ويمكن القلم ما بيه شحن اتصور المفروض اشحن اتس اوكي مو مشكله. فبالتالي طلع عندي هذا النتيجه مالتي مال فورسز. فاضافه الى هذا من اجي على المخطط الثاني اللي قدام بس دقيقه طبعا بس اخلي هذا القلم على الشحن واكمل دقيقه. اوكي فبالتالي من اجي اشوف اجمع هاي التو فورسز راح اشوف النتيجه تكون بهاي الطريقه. فاخلي ببالي اعرف هاي النقطه كلش مهم اخليها ببالي. دا اشوف الاير فلو ريزيستنس كل ما ازيد الريسبيراتوري ريت كل ما ازيد الريزيستنس. اوكي حتى ما انساها احفظ جماعه الاسماء. اوكي احاول ياخذون ديب بس شنو هو لور ريت هاي النقطه. بالمقابل الاستيك ريزيستنس راح اشوف كل ما ازيد الريسبيراتوري ريت كل ما راح شنو راح تقل. اوكي فبالتالي اخلي ببالي هاي النقطه. اجوي ورسموا كيرف قالوا خلينا نشوف ما دام هيجي خلينا نشوف الاوبستركتيف والريستركتيف اير واي ديزيز او بين قوسين البيشنت اللي عندهم اوبستركشن مثلا اسماتيك بيشنت والبيشنت اللي عندهم مشكله باللاستيستي مثلا البيشنت اللي عندهم بولمونري فايبروسس. رسموا اول شيء خلينا ناخذ البيشنت اللي عندهم اسماتيك بيشنت راح اشوف الاير فلو ريزيستنس قارنوها مثلا هنا هاي وهذه شوفوا كلش اكو زياده بالاير فلو ريزيستنس لكن الالاستيستي مالتهم تقريبا راح تكون مش شابهه مو ذاك الفرق عن النورمال انديفيدوال. لهذا احنا ننصحهم نقول لهم شنو؟ نقول لهم قدر الامكان ان تاخذوا ريسبيرشن ريت اقل تقريبا تاخذوا معدل 10 لكن شو الديب بريذنج حتى اقل الورك اوف بريذنج. هاي نقطه كلش مهمه فبالتالي يصير عندي الكيرف بهذا الشكل. اوكي اخلي ببالي هاي النقطه كلش مهمه وما انساها. بالمقابل اللي عندهم مثلا البولمونري فايبروسس المشكله الاساسيه مالتهم شنو؟ إذا جابوا على الاير فلو ريزيستنس مو كلش فارق عن هذا بالعكس ممكن يكون أقل. لكن من أجي أبوا على الإلاستيك ريزيستنس مالتهم من أجي شوفوا قارنوها بهذا الشكل شوفوا هنا إيش قد مرتفعة بنفس الريت إيش قد مقارنة بالارتفاع مالتها نفس الشيء شوفوا هنا دا أشوف كلش عندهم زيادة شنو بالإلاستيك ريزيستنس. أوكي فبالتالي حتى نعوض هذا الشيء نقول لهم شنو أخذوا عادة لو تايدال فوليوم وذ هاي ريسبيريتي ريت فشوف الريسبيراتوري ريت مالتهم صعد بهاي الطريقه. زين هنا أنا لحتى أنا اذا الامور واضحه اسال سؤال يا هو من هاي التوتال فورسز يعني اقصد هذه اي وبي اللي قدامكم يا هي يشبه سي يا هو اقرب السي اي لو بي انتم برايكم؟ خليني اشوف الكل شنو رايهم. اوكي ترى هذا الشيء هيك لوجيك يعني ما يحتاج يعني اوكي اي صح اي دا اشوفه كلش قريب على سي وهاي خلوها ببالكم راح نشوف باغلب الدايجرامز اللي راح ناخذها انه الريستركتيف اير واي ديزيزز قريبه عن نورمال انديفيدوال لكن اكو فروقات سواء بالريسبيراتوري ريت بالفوليوم كل هاي راح ناخذها بعدين لكن اشوفها قريبه كشيب مالتها يكون قريبه على النورمال انديفيدوال فخلوا ببالكم هاي النقطه.
وإن شاء الله راح ناخذ على المحاضرة أو نهاية هاي المحاضرة ممكن نحكي عن، ما أعرف لحق، ممكن إن شاء الله نحكي عن هذا الشيء بتفاصيله، فبالتالي خلوا ببالكم هاي النقطة ولا تنسوها. تمام، أكو سؤال عن هذه الصفحة أطباء؟ هاي الصفحة معقدة صعبة، لكن إذا تكتبون ملاحظات تركزون تخلون ببالكم مصطلح الريسبيراتوري ريت ويا التايدال فوليوم تمشي الأمور، لا تنسوها قدر الإمكان. وتخيلوا البيشنت الأوبستركتيف عنده فورم بدي، حتى ما تنسون هاي شلون تتخلص من عنده، وإن شاء الله تمشي الأمور. تمام.